هنعمل سردين في البطرمان، ده ممكن اعمل منه كذا بطرمان اكل منه النهارده ويبقى عندي 2-3 في الثلاجه لما احب استخدمهم لمده مثلا اسبوعين عادي ولا يحصل لهم اي حاجه. يعني النهارده مثلا عملت ايه؟ بطرمانين ثلاثه، بطرمانين يا ستي، بطرمان اللي هاكله النهارده وكمان كام يوم هاكل بطرمان تاني. بدل ما مره بقى جبت السردين والزفاره وكل الكلام ده خلاص مره واحده، تمام؟ فانا هعمل مثلا بطرمانين، جبت حتى هو مصر كان ممكن دول ياخدوا واحد، انا عامله واحد كبير للنسخه يعني اللي هتشوفوها مستويه، انما دي عشان كله هياكل، لا طب انا دلوقتي قليل اللي هياكل مش كتير، فاعمل بطرمانات صغيره، تمام؟ حسب عدد افراد الاسره اللي هياكلوا، يعني دلوقتي لا انا مش كتير هياكل مره واحده، يعني مفتح البطرمان خلاص هي فتحة انتهى الموضوع، مفتحش واقفل، مفتحش واقفل. فعشان كده لو انا هعمل بطرمان واحد كبير خلاص هو كله هيتغدى بيه، او ممكن لبكره ما يجراش حاجه، انما انا لا ده انا هعمله مش كله هياكل، 2-3 اللي هياكلوا بس احنا بنحبه، فممكن بعد اسبوع ناكل منه تاني او بعد كام يوم ناكل منه تاني، فاعمل بطرمانات. تمام؟ فانا جايبه بطرمانين ايه؟ متغير، هبص اللي انا عاملاه قد ايه؟ ده عشان كله هياكل، العيله كلها هتاكل منه، فخلاص انا عملته وقت ما افتحه افتحه، عملته النهارده، فتحته النهارده خلاص اوكي، لا الاسبوع الجاي هناكله زي ما انتم عايزين. بيبقى ايه قريب من ايه؟ قريب من ايه؟ قريب من صينيه السمك. قريب من صينيه السمك، بس هو ليه طعم تاني شويه. لا يعني ليه طعم مختلف سنه بسيطه، بس هو يعني الخلاصه ان هو قريب قوي من صينيه السمك، بس حاجه لذيذه وحاجه ان انا ممكن اكلها النهارده، لا هاكلها بعد يومين، لا بس اهم حاجه ان انا فتحه البطرمان تبقى هي الفتحه يا النهارده يا بكره وخلاص، ان ما فتحتوش لا ممكن يقعد معايا غد اسبوعين في الثلاجه مش هيحصل له حاجه، تمام؟ طيب السردين انا جبت سردين، طب انا لو عايزه احطه في الفريزر ينفع؟ يعني مش هيبقى لطيف قوي، عشان بس بغطي كل الاسئله، مش هيبقى لطيف قوي في الفريزر خالص يعني. انا جبت السردين واتنضفته، متنضف خلي حاجه نضفه، ما نضفتوش انا صراحه يعني حقي يتقال يعني، تمام؟ ايه بقى اللي انا عايزاه؟ شرايح ليمون، شرايح بصل، وتوم، وخل، فلفل اسود حب، حبهان، فلفل حامي، ورق لور، قرنفل، كل الحاجات دي بتحسن من ريحتها وطعمها جدا، وشويه الملح والفلفل برضو الحب وفلفل ناعم الاثنين مع بعض، وزيت وزيت وايه كمان؟ وايه كمان وايه كمان بس بطرمانات بقى وفوطه وحله كده، نرص الكميه بتاعتنا بقسمها، مش مهم طبعا دي من البطرمان ولا حاجه، مش مهم كده كده هيتعقم. بقسموه على البطرمانين، طعم ما اكون طازه بتتني بالعافيه شويه، والله هو ايه الراجل مديه لنا من ده على ده صراحه، بس يلا الله يسامحه. نشيل بقى ده لان مش كل البلاد عندها ايه شرايح ليمون. فلفل حامي اخضر احمر اي حاجه، وده اختياري برضو، تمام كفايه قرن واحد. البصلايه شريحه بصل على كل واحده، بس الاول نحط الاول الايه الثوم، متقطع كده قطيعة كبيرة، يعني كل واحد مثلا ايه لو الصغنن ده يعني 3 فصوص مش كتير قوي. طبعا الحاجات دي كلها بتدي بقى حاجة حلوة جدا للايه ليها. وبعدين قرنفل، قرنفل كل واحدة مثلا ايه بتديها ريحة حلوة قوي القرنفل، لو ما عندكيش مش مشكلة قوي بس هو بيدي ريحة حلوة. فلفل حب وحبهان كل واحدة 2 كده، ورق لورو، ماشي، هنرش كده شويه ملح، هو كده الميه كده كده هتاخده هتنزل،
وفلفل اسود برضو سايب كده ماشي، و و و الخل الاول، معلقتين خل كده ومعلقتين خل، معلقتين خل كبار ومعلقتين خل كبار، الزيت بقى مثلا ربع كوبايه وربع كوبايه، هو زيته كتير شويه، بصله كده وبصله كده تمام، يعني لو قطع بصل مش مشكله. وبعدين هنقفل وهناخدها نحطها في ارضيه الحله ماشي، وبعدين هنحط البطرمانات بتاعتنا ونحط الميه، الميه تكون مغليه هيبقى افضل. يعني لغاية نص البطرمان كده تمام، مية لغاية نص البطرمان، وهروح مغطية عليها وسايباها حوالي، هتقعد حوالي ساعة الا ربع، حوالي ساعة الا ربع تمام.